اهلا وسهلا متابعين الاعزاء، نهاركم سعيد. اليوم حبينا نعمل لكم دجاج بالبصل والسماق او سماقيه او مسخن من غير خبز اللي انتم بتحبوه. مكوناته بسيطه جدا. عندي الدجاج زي ما انتم شايفين سلقته. ليش سلقته؟ عشان الصبح امي حكت لي بتساوي معها صحن شوربه رز، فراح اعمل لكم صحن شوربه رز هذا من غير ريسبي، راح احكي لكم عليه. الدجاج عندي ثلاث دجاجات وزن تقريبا كيلو و200، سلقتهم، عملتهم انصاص، عندي سماق، عندي زيت زيتون، عندي بصل قطعناه جوانح، عندي ليمون، عندي سماق وملح وكمون وشوي من معجون الزنجبيل. هاي المكونات تاعتنا. بدنا نعمل الخلطه. نجيب البصل اللي احنا قطعناه زي ما انتم شايفين بهذا الشكل جوانح تقريبا كيلو. في ناس كثير بحبوا البصل معها، فقد ما بتقدروا زودوا زي ما بتحبوا، يعني انتم زي ما بتحبوا. عندي سماق تقريبا 150 جرام. ايوه هيك. بدنا اياها الحموضه تاعت السماق. عندي كمون تقريبا معلقه. بصل، فلفل اسود عفوا. عندي ملح معلقتين ونص كبار. ليش؟ عشان كل الكمية عندي تقريبا 4 كيلو بيجوا، فهيك بدهم. وعندي زنجبيل، يا بتستخدم زنجبيل باودر يا بتستخدم الزنجبيل المهروس زي ما انتم بتحبوا. عندي دبس الرمان اللبناني مع السماق الفلسطيني مع برضه زيت الزيتون اللبناني. زود عليها زيت زيتون لأنه هاي الأكلة شو بتحب زيت الزيتون. عندي هون ليمون. بنقلب كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين. شوفوا الالوان كيف السماق زي ما انتم شايفين. عندي هون تشبع بالبصل، تشبع سماق وزيت زيتون وليمون، وعندي الكمون والملح. كل المكونات هاي صارت هيك جاهزه كلها، شايفين ما احلاهم. طيب ايش راح نساوي؟ راح افرد بالصينيه زي هيك زي ما انتم شايفين. طبعا احنا اذا بدنا زيت زيتون بنزود كمان زيت زيتون، ما عندك اي مشاكل. زيت الزيتون بيطلع تحفه معها، يعني قد ما تزودوا زودوا بيطلع طيب. عندي هون كمان زيت زيتون وبصل وسماق. حط الدجاجات زي ما انتم شايفين بهذا الشكل بالصواني. طبعا سلقناهم احنا تقريبا ثلث ساعة بس مش أكثر. هذا الشكل، شايفين ما أحلاهم؟ نزيد عليهم ايش من فوق كمان؟ بصل سماق وزيت زيتون. نضيف عليهم كلياتهم. طبعا في ناس بوكلوا معهم رز ابيض، تخيلوا؟ قال هذا الطعم بيطلع بشهي، رز ابيض مع فلفل حار. يعني اتوقع انه العامل الخلطه هاي الله يسعد مساغ الزاوي، اتوقع. كل كميه البصل. طبعا بتقدروا نفس الشيء ما تحطوا الدجاج مسلوق. بس حسب انتم قديش بده ياخذ معكم وقت. انا احنا هيك ما باخذ معنا وقت سريع. ليش؟ عشان الدجاج مسلوق وحطينا عليه الخلطه وهيك. يا محلاهم صاروا جاهزين. تقدر تحطوا شرحات ليمون اذا بتحبوا. ما شاء الله حرام يروح منها ولا شيء هالخلطه هاي. ناخذ اغراضنا، نغير جلافزنا. شفتوا ما احلاهم ما اسرعهم؟ يعني اذا انت مجهز الاغراض تاعتك خلص، اسلق الدجاج، قطع السماق، اخلط الخلطه تاعتك. قبل ما يجوا اولادك من المدرسه ان شاء الله الله يخليهم او جوزك، بتحطيهم بالفرن ثلث ساعه. ما راح ياخذوا معنا اكثر من ثلث ساعه نهائيا. المكونات تاعتنا صارت جاهزه عندكم. زي ما حكينا هدول المكونات تاعون ثلاث دجاجات كيلو و200، وعندنا تقريبا كيلو بصل بحدود الاربع كيلو وشوي كلياتهم. راح ندخلهم على الفرن ونخليهم لمده
20 ل 25 دقيقه. نيجي لصحن الشوربة السريع اللي بدي راح اعمله اللي هو من غير ريسيبي. ليش صحن الشوربة؟ عشان سلكت الدجاجات انا راح اخذ المرقه تاعتها. ليش المرقه تاعتها؟ عشان زي ما انتم شايفين كيف مدعومه والطعم تاعها راح يطلع بجنن. راح نعمل الشوربة الرز مع اللحمه من مرقه الدجاج هاي. عندي هنا شويه زيت زيتون، راح احط بصله ناعمه، راح احط لحمه قطعتها صغير هيك بالسكينه زي ما انتم شايفين هذا الشكل، خليت شويه دهنه فيها بتعطيها طعم طيب. راح احطها معهم مع زيت الزيتون ونقلبهم مع بعض. زي ما انتم شايفين عندي هون زودت البصله عشان تعطينا طعم طيب. عندي هون ملح تقريبا معلقه، وعندي فلفل اسود نص معلقه. تمام تمام، هاي بنقلبهم شوي خليهم يتحمروا منيح مع بعض. ايش نساوي؟ عندي هون رز مصري غسلته، بس تقريبا كوب غسلته، بس استوي البصله واللحمه راح اقلبه معاهم، بعدين اضيف عليهم مرقه الدجاج وخليهم يطبخوا قد ما بدهم لاخر فقره عندي. ليش؟ عشان كل ما انطبخوا كل ما اعطانا طعم اطيب، كل ما دسمت الشوربه، كل ما صار طعم اللحمه مع الرز بجنن. اخر شيء بنرش على وجهها ايش؟ شويه بقدونس ناعم، هذا من الطقوس تاعتها. تخليهم هيك، نضيف شويه زيت زيتون عندي هون. بسم الله. راح ادخل الدجاجات على الفرن، بس كيف الصواني الجداد مرتبين؟ مرتبين، هدول بوسعوا تقريبا دجاج ونص، وبوسعوا كيلو ونص لحمه قطع، وبوسعوا كيلو كفته، يعني مرتبين. الجمعه ان شاء الله راح اعمل لكم فيهم شغلات طيبه. ندخلهم على الفرن، عندي انا فرن محمى، اهم شيء انه يكون محمى الفرن. ليش؟ عشان ما يغلبنا. عشان ما يغلبنا. نحطهم عندنا بالفرن يابا ونخليهم تقريبا زي ما حكينا 25 دقيقة. بسم الله. شوف اللحمات عندي هون، يا سلام. بدهم شوية صغيرة خليهم. عندي أنا صحن تاني راح أعمله اللي هو شرحات اللحمة مع البصل. عندي لحمة خروف أخذتها من الكتف، لا والله من الفخدة، من الفخد، هو لازم كتف ترى، بتعرفوا إنه أطيب من الكتف. نظفتها وأخذت الزوايا بتاعتهم لإيش؟ للشوربة، عشان ما يروحش علينا إشي. بنقطعهم عندي هون شرحات هذا الشكل زي ما أنتم شايفين معي، هذا الشكل الشرحات ناعمة، شوفوا ما أحلاهم. نقطعهم هيك مع زيت زيتون بنقليهم. بدي أحط معهم بصل، راح أحط معهم إيش؟ زيتون أخضر بدون بزر. بتقدروا أنتوا كمان تستخدموها عجل، بس العجل بدكم تزودوا عندكم الزبدة، أو تزودوا خليها تطرى عشان ما تنشف معنا. لحمة الخروف بضل فيها شوية دهون تعطينا طراوة. أنا هسا راح أكمل الشوربة، راح أحط عليها الرز وأتركهم ينطبخوا مع بعض، ونرجعكم مع الفقرة الثانية بنطبقهم مع بعض إن شاء الله، ننتقل للسيد أمين والسيد ميلاد يكملوا باقي الفقرات.